ما عضل شي ينسكت يا جماعة، أوكي؟ على فكرة إذا هيك عم تحكي وعتنزل الفيديو ايه؟ أنا بعمل يلي أنا بدي. سارة مو خادم. والله بتفشك لهونيك من دون ما أتقرك. بتفشك لهونيك من دون ما أتقرك. شو يعني حكيت حكي ما بعرف. إيه بس إذا بتروح هيك من البيت نحن بننفصل. إزاي طفي؟ تفضل. انت بتعرف شو كنت عم بحكي هلا؟ لا ابدا. لا متاكده؟ ايه شو؟ اوكي ليش عم تصور؟ حكيت انا اشياء حكيت كثير اشياء بصراحه لانه انت بتعرفي ساره الوضع اللي عم يصير معي والله العظيم انا تعبت ساره. ايه شو يعني؟ تعبت ساره انا بدي حل، بدي حل حل، بتعرف شو يعني حل؟ يعني بدي حل لما ترجع انسانه بتتركي لي الاشياء اللي عم تلحقيها واللي عم تنزلي كرمالها وتطلعي وكذا، لا ما انا خلص بدي اطلع من هذا البيت، انا ما بقى بدي اعيش بهي الاجواء ساره، والله راسي مش معي يعني، شفتي امراض، ضعف طاقه، مشاكل، يعني خلص بعدي عن هاي الاشياء، بعرف انه انت عندك قوه خارقه وبعرف أنا. بس انا هاي الشغلات ما بتفيدني. ايش يعني؟ يا روح سارة انت تعرف انه انا بحبك كثير وانت غالي علي صح؟ صح. لا تخلي حياتنا تخرب من وراء هالقصص هاي. انا مش يعني هلا انا هلا فيني ما بحكي هاي المواضيع على فكره، فيني بسكر وباي وكذا وبطلع وبغيب فتره، بس ما تعرف شو بتعملي؟ ليش عم تنزلي كل يوم تحت او كل يومين؟ مش عارف انه اغلب بتنشر غسيل. بتنشري غسيل؟ ايه يلي بينشر غسيل بياخذ معه اكل، بياخذ معه فواكه، بياخذ معه كذا، بيرجع بسس. انا ما عندي بسس ساره. بس الجيران؟ الجيران بسس من الباب الثاني، مش تنزلي هيك تروح تفوت على بيت الجيران باكلهم. ليش عم تنزلي كل يوم؟ جاوبيني ساره. اوكي هلا ليش عم تعمل مشاكل من دون سبب؟ ما في سبب، هيك عم بعمل مشاكل انا، ما في سبب. روحي. ايه. يا ام حمزه. ايه. هلا جاي تظبطي شعراتك نحن. ايه انا ما بعرف ليش عم تنزلي تحت؟ ليش عم تنزلي تحت؟ عم بنشر غسيل. هلا قلتي ليش عم تاخذي معك اكل؟ ايه عم تعمل بسس وانا باكل الفواكه، انا عم بنشر. تاكل الفواكه وانت عم تنشري؟ اذا انت الفواكه ما يا جماعه ما بتمد ايدها عليها يعني بلا باكل تفاح وباكل. شو في هون؟ بس المندرينه ما باكلها. هلا شو بدك مني؟ جاي عم تقول لي ليش بتنزل لتحت؟ عشان هيك جاي شو هلا بدك؟ باختصار شديد. ايه بدك تترك هاي الاشياء اللي طالبه منك، بدك تترك هاي الاشياء كلياتها. ولا يعني هاي بتطفي لي لمبة، بتشغلي لي لمبة. بدك شغل لك لمبة؟ لا ما تشغلي لي لمبة. طفيها؟ لا ولا شيء ولا شيء، خلينا عم نحكي. ما حبايب القلب صار بتقدر تطفي لمبات البيت كلها. ايه شو زي عجتك ال مو بس لمبات، بس هاي اللمبات اللي يعني بتقدر تعمل شيء ثاني، بس انا اللمبات. اوكي بس انت شو يعني كيف انا عرفت انه تطفي لمبات؟ حبايب الا طفي اللمبة، خلينا يعني طفي الأضوية. واحد يسهر يحضر نتفليكس تعمل هيك او هيك او مش هيك، هيك يعني هيك تعمل هيك تطفى اللمبه. لك انا بنسى الفيلم اللي يكون عم بحضره وبصير بالفيلم الواقعي عندي. بالعكس احلى الريحه. على انت مزعوج اذا انا مرتاحه؟ انت هيك برايك مرتاحه؟ ايه بس انا ماني مرتاح، انا ماني مرتاح. ليش انت بشو مزعوج؟ انا ما بفهم انت ليش دورت الكاميرا هلا. ليش انا هيك؟ من لما صارت هاي القصص معي وانا مخي مو معي، ماني مرتاح. انت تتذكر قد كنا مبسوطين نحن؟ ايش يعني؟ لك اتركي هاي الاشياء ولك اطلعي منهم ولك قولي لهم انا ما بقى بدي ساره. لا انت اللي سكتني انت اللي قعدتني بهداك البيت وعشت فيه. ما انا هداك البيت اللي كنا قاعدين فيه. حموزي هن موجودين فيه.
هلا على فكرة ما ضروري نحكي هذا الحكي على الكاميرا، يعني فيك تطفيها. ما بعرف يمكن ما بعرف كمان، بس مشان إذا غبت وفجأة ما لقيتيني بالبيت بعرض هذا الفيديو بنزله، لأنه حكيت حكي ما بعرف. إيه بس إذا بتروح هيك من البيت نحن بننفصل، يكون بعلمك. ما شو هذا الحكي فجأة تروح تغيب؟ أنا سارة لازم أطلع من هذا البيت، رح أطلع لحالي. بس احنا ما نطلع. لا ما ننفصل، خلص اطلع هيك بروح فترة و... لا وين تروح؟ لكن شو مبسوطة بهذا الجو يعني؟ ليه انت شو عم يأثر عليك؟ انا بدي افهم شغلة واحدة عم تأثر عليك. طيب عاد لك شو؟ انت شو يأثر علي؟ روحي والله انت حبابة وما في منك، والله العظيم على عيني وراسي، وانت انت محمزة يعني وانا ينضحك عليك من القصص هي يعني، بس مش قادر افهم شو بدك. شو بدك تطلعيني نار؟ لا اكيد لا. فكرت عم تطلعيني نار. شو هلا المقلب ما هيك؟ لك مقلب شو صار؟ كثير ضحكتني. يلا خليني اقول شوف حمزه قدرك. حموزي وين؟ خلاص روحي انزلي شوفي حمزة. خلاص الموضوع. شوفي حمزة، روحي شوفي على الدرج. شوفي حمزة. خلاص شكرا لوجودك بحياتي. أنا بعرف شو بعمل. أنا بعرف شو بعمل يا جماعة، ما تأكلهم. شو رح تعمل؟ رح أعمل يلي بيريحني. اعمل يلي بيريحك. بس ساعتها ما تفكر ترجع تعمل يلي أنت بيريحك. فرح انا كمان اعمل اللي انا بريحني. يا هو شو بتعب المشاكل؟ على فكره اذا هيك عم تحكي وعم تنزل الفيديو انا بعمل يلي انا بريحني. ماشي؟ انت عمل يلي بريحك وانا بعمل يلي انا بريحني. ما زال هيك عم تحكي. شو الجهه اللي بتريحك نام عليها، بس انت ما انت عم تنام عليها انا رح نام عليها. ماشي؟ ساره يا ساره سارة سارة يا سارة شو قصدها عمل بالجهة اللي بتريحنا والجهة اللي بريحك؟ شو بدي تساوي يعني؟ شو قصدك هذا باللي بريحني وما بريحك؟ شو؟ ما انت على طول انا بتشوف ايش رح اعمل؟ شو هذا اللي عم تقوليه انت؟ عم تقولي انت عم تقولي انا مريحني، انا عندي شيء كثير حلو هذا ما بستغني عنه. لك انت هذا الشيء بتريحك؟ ايه رجعي طفي؟ رجعي شغلي؟ شو عم بلعب معك؟ تعال شكلك. انت رح تجيب لي الجلطة؟ ليش؟ شو هاي ال هاي؟ شو عن شو؟ كيف انت؟ في حدا هون؟ راح ضيع حبايبي، انا لازم احط كاميرا مراقبه لاني انا راح اعمل شيء بصراحه، راح اعمل شيء اذا عرفت في شيء يعني. يمكن انا هاجر، يمكن اطلع من هاي البلد، اوكي اذا عرفت عن جد في شيء هون يمكن اطلع، بس راح اعمل بلا ما راح يصير يعني. اذا نشوف اي حدا او بالاحرى ما اضل شيء نسكت يا جماعه، اوكي ما عضل
شيء بينسكت. السلام عليكم. او خليها مفتوحه او لا راح اخليها مفتوحه ما تعرف شو بيصير، بس اخذ هاي الكاميرا. شو طفيت اللمبة انت؟ اسمع طفيها. هذه اللمبة يا جماعة. لك لا تظل تطفي اللمبة. لك ليش تطفي اللمبة؟ ليش؟ شو؟ ليش تطفي اللمبة؟ مين حبايبي وحياة المصحف؟ والله هلا انا وماشي واحد مثل عر يعني مسك لي رجلي. لك روحي افهمي علي انا هون. خالد بجيبك بالحيط. لا لا بجيبك بالحيط. سارة مو والله بتفشك لهونيك من دون ما اتقرك. مو خالد بتفشك لهونيك من دون ما اتقرك. روحي انا ما بخاف. بتفشك لهونيك. ايه تفشيني. بسم الله الرحمن الرحيم على كلمات الله تمات من شر ما خلق. ما بدي لا اله الا الله. يلا تفشيني. ما راح تقدري لانه انا متحسن. انا بخاف من الكلمات عادي. لا اله الا الله شو يعني؟ ايه بس انا فكرني مخاويه. هو ما بيقدر يلمسني. انت ما بتخافي بس هو ما بيقدر يلمسني لان انا بصلي والحمد لله ما بيقدر يعمل معي شيء. على كل احوال خير ان شاء الله يا ساره. والله شفت يا جماعه شفتوا بعينكم ها شفتوا شو هاي راح تجيب لي جلطه. انا ما عاد فهمت شيء. ها طلع كيفه مبسوطه امورك بخير؟ ليش لك لا خلتيني اعرف اصور لك. انا زلمه بحب الضحك. انت عيطت لي اوكي. لك شو انت تصور شو وانت اللي قعدتني بهيداك البيت لحتى صار معي هيك. لك وين طيب بيتي وانا اروح؟ على كل الاحوال يا جماعه يمكن ما بتستغربوا باي لحظه بتلاقوني مش بالبيت. انا هاي ساره انا هذا البيت. هذا البيت ترك لك اياه هديه مني لك. شكرا اوكي كثير حلو. احنا مكيفين. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام.